مساء الخير احبائي واعزائي. الحقيقه كلام كتير، كلام مثير، كلام غير عادي. السيده العذراء، احب السيده العذراء، احب السيده العذراء مريم، واسمع الترانيم. صرحت الهام شاهين قبل ذلك خلال حوارها مع القاهره 24 بانني احب السيده العذراء مريم لان لها اهميه خاصه لديها، وانها هي الانثى الوحيده التي لها صوره في القران باسمها، وأنها تشعر بالتعجب عندما يسألها شخص عن سبب حبها السيدة العذراء، وتشعر بأنه جاهل بالدين الإسلامي أو إنها تخص المسيحيين فقط. أحب مشاركة المسيحيين في المناسبات الخاصة بهم وسماع الترانيم لأنني أؤمن بحياتهم المسيحية. أتبرع بأعضائي كصدقة جارية، وثروتي ضعيفة وعندي عيلة محتاجين. وأوضح إلهام شاهين رأيها في عدم تبرعها بثروتها للمحتاجين، وذلك خلال حوارها في برنامج حبر سري. ما كتبت ثروتي لحد وأنا ثروتي ضعيفة، كان فلوسي كل فلوسي صرفتها على الإنتاج وخسرتها، وعندي عيلة محتاجين، وهتبرع بأعضائي كصدقة جارية بعد وفاتي. وسجلت في الشهر العقاري صوت وصورة، وكل الشيوخ قالوا لي ده حلال. من يرى الفن حراما لا يعود له، وأحب حرية الرأي. قالت إلهام شاهين خلال حوارها مع القاهرة 24: أنا شخصية أحب الحرية، كل شخص حر في معتقداته وآرائه، ولست ضد من يحرم الفن بشرط لا يعود له ويبتعد عنه. ولو كنت شخصا مسؤولا في نقابة المهن التمثيلية سأحذف اسمهم من النقابة ليس أكثر. أؤمن بجميع المذاهب المسيحية واليهودية والإسلام، وإذا رأيت معبدا يهوديا سأدخله. وأوضحت إلهام شاهين صورتها أمام مقام الإمام موسى القاسم: لم أقصد إثارة الجدل، ولست شيعية أو شيعية، ولكن أؤمن بجميع المذاهب والطرق إلى الله مهما كانت، لأنني أعتقد أن جميع الأديان في النهاية لها هدف واحد. وصورتي أمام موسى القاسم في العراق جاءت بالصدفة، كنت في مهرجان بابل للفنون، وكنت أتجول رأيت الضريح وتجمعا كبيرا حوله، شعر بأن المقام يناديني، شعرت بأن المقام يناديني، وبالفعل ذهبت ومرتدي الحجاب احتراما للمكان. وإذا رأيت معبدا يهوديا سأدخله، لأنني متسامحة من جميع المعتقدات، وأنني أدخل الكنائس وسوف أدخل الكنائس في أي وقت. إلهام شاهين تتحدث عن معجزة السيدة العذراء التي تحققت لها. ماذا؟ قال الفنانة إلهام شاهين إنها دعت لوالدتها في دير بلبنان عندما كانت مريضة، وأنها تعلق صورة العذراء في كل مكان بمنزلها، صورة السيدة العذراء في جميع الشقة بسبب حبها الشديد لها، وكانت تتعجب والدتها لذلك. وتابعت إلهام شاهين أثناء استضافتها ببرنامج الستات ما يعرفوش يكذبوا المذاع على قناة فضائية ABC قائلا: والدتي حلمت انها ترى العذراء على الحائط، وانها كان يجرى لها عمليه جراحيه، وكان لديها كيس دوني في وجهها، وعندما فاقت من النوم فوجئت باختفاء هذا الكيس، وهذا بسبب استجابه السيده العذراء لدعائي بشفاء والدتي. واشارت شاهين الى ان جميع الاديان جاءت مكمله لبعضها، وكل دين جاء ليسهل الحياه اكثر، ليكون هناك قوانين للاخلاق والحق والعدل لكي نمشي على خطاها. إلهام شاهين تثير الجدل مرة أخرى، بدل ما يقولها الدود، إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها. فيديو مفاجأة كشفت الفنانة إلهام شاهين إذا أعلنت عن عزمها للتبرع بكل أعضائها عقب وفاتها، ودعت الناس لتلك المبادرة لإنقاذ حياة آخرين. وقالت في مداخلة هاتفية مع أحد البرامج الفضائية: قلت لعائلتي إني بعد ما أموت عايز أتبرع بأعضاء جسدي عشان ده خير للبشرية. وأضافت إلهام شاهين: نفسي ننشر هذه الثقافة وأهمية جسمنا بعد ما نموت، بدل ما ياكلوا الدود ونروح بالتراب وسط آلة جمال. لو أنا أقدر أعيش حد من غير ألم ولا أدوية، إيه المانع؟ ممكن حد ياخد الكلى، وحد ياخد الكبد، وحد ياخد قرنية العين. إلهام شاهين رأت أن هذا الأمر خير كبير وصدقة جارية لمساعدة إنسان يعيش حياة دون ألم، وتساءلت: ليه نستورد القرنية من الصين؟ لماذا لا نستفيد من الموضوع ده؟ وأنا أول ما حد يموت ياخدوا قرنيتي، مشيرا إلى وجوب احترام العائلات
رغبة أي فرد يوصي بالتبرع بأعضاء مطالبة بأن يكون هناك تقنين الأمر قائلا يا ريت يكون في جهة مسؤولة عن تنفيذ ذلك، وسأكون أول واحدة أروح أكتب الوصية والإقرار بالتبرع بجسدي. شكرا لك إلهام شاهين، وشكرا على محبتك، وشكرا على كلامك الجميل عن السيدة العذراء. ليك الحرية، أنت تذهبي إلى المعبد، تذهبي إلى المقام الشيعي، تذهبي إلى الكنائس، أنت لك الحرية، وده رأيك الشخصي، ولكن أكيد في ناس تانية ليها آراء أخرى ولابد إن إحنا نسمعها ونعرفها. شكرا لك، وشكرا لكل المحبة، شكرا ليكم. أرجو الاشتراك في القناة وقناة الملك والأمير، ولكم مني كل الحب. أؤمن بأن الرب يسوع المسيح هو الله، أؤمن بأن ربي وإلهي يسوع المسيح هو إلهي. باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. إنني مسيحي، وكل من يتطاول علي باللفظ والشتيمة والإهانة. وأشكر كل من الأخت ماجدة، وأشكر كل من المشتركين، والأخت تريز الجميلة اللي كلامها كله رائع وكله، وأشكر الأستاذ عبد الهادي، وأشكر كل أحبائي وأصدقائي اللي بيزموني، لأن السيد المسيح قال صلوا للذين يسيئون إليكم باركوا لعينيكم. شكرا لكم. أنا مسيحي، أنا مسيحي، أنا مسيحي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. خير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. باقي السيدة العذراء مريم، وهنبتدي بالصوم المقدس بتاعها. اتقال عن بتولية واصطفاء السيدة العذراء مريم، هناك من يسأل هل تزوج يوسف النجار السيدة العذراء مريم بعد ولادتها للسيد المسيح؟ كلام كتير، كلام بيتقال وكلام غير معقول، ولكن كل الأديان بتؤكد وكل الطوائف تؤكد أن السيدة العذراء بتول بكر تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم برئاسة قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريرك الكرازة المرقسية بالتذكار الشهري للسيدة العذراء مريم، والتي نستعد والمسيحيين جميعا لإحياء صومها المقدس في هذا الشهر الجميل بداية من اليوم السابع وحتى 21. بينما الروم الأرثوذكس والكاثوليك في بداية مطلعه وينتهي في 14 منهم. وقال باحث كنسي زكريا تدرس في تصريح له أن البعض يخطئ في فهم النص الإنجيلي الوارد في أول فصول بشارة القديس متى، لم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع، موضحا أنه يقول البعض أن كلمة حتى تعني أنه القديس يوسف النجار عرف السيدة العذراء بعد ولادتها للسيد المسيح، أي تزوجت وأنجب منها. حاشا، في إشارة إلى أن عبارة ابنها البكر تشير إلى وجود أبناء آخرين ليسوا أبكارا. هذا الكلام غير صحيح بالمرة. واستدل تدرس في توضيحه للنص الكتابي بتفسير أدلى به بطريرك القسطنطينية يوحنا المعروف باسم يوحنا ذهبي الفم، والذي قال فيه إن استخدام كلمة حتى جاء لكي نعلم أن السيدة العذراء لم يمسها رجل قط. فلقد اعتاد الكتاب المقدس أن يستخدم هذا اللفظ دون الإشارة إلى أزمنة محددة. فبالنسبة لفلك نوح قيل أن الغراب لم يرجع حتى جفت الأرض، حتى جفت الأرض، وذلك بحسب ما ورد في الكتاب المقدس. ونجد أن الغراب لم يعود إلى الفلك، وهل بمعنى ذلك أن الغراب قد عاد؟ لم يعد. أقوال وألفاظ، ونحن نعلم أن هناك للغة العربية اللفظ الواحد له أكثر من معنى، اللفظ له أكثر من معنى. وزي ما وضحنا إن بالنسبة لفلك نوح لما اتقال إن الغراب لم يرجع حتى جفت الأرض،
وذلك بحسب ما ورد في ثامن إصحاحات سفر التكوين، أول أسوار الكتاب المقدس. فهل بعد جفاف الأرض عاد الغراب إلى الفلك؟ لا، مرجعش. وده لم يعد مطلقا، فكلمة حتى هنا لا تفيد انتهاء الغاية. البكر، ويضيف أما من جهة تعبير البكر فلا يعني أن السيد المسيح له أخوة أصغر منه، فيقول القديس جيريوم كل ابن وحيد هو بكر، ولكن ليس كل بكر هو ابن وحيد. فالسيد المسيح هو ابن وحيد وهو بكر، ومن الطبيعي أن العذراء التي بشرها الملاك وحل فيها الروح القدس وظللها قوة القدير واحتفظ بكل هذه الأمور في قلبها تحافظ على بطريتها بعد أن جاء منها المخلص. حتى إخوتنا المسلمين يقولون على السيدة العذراء مريم ستنا مريم، ويحتفون بها ويكرمونها، وهناك البعض يصومون أصوام السيدة العذراء. السيدة العذراء مريم هي بتول، وقال القرآن الكريم عن السيدة العذراء مريم: لقد اصطفاك يا مريم عن نساء العالمين. يعني معنى كده ان وإذ قالت الملائكة يا مريم، وإذ قالت الملائكة يا مريم، ماذا في الصور القرآنية نجد آيات عظيمة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، آيات تكرم السيدة العذراء. يعني عايز اقول لك على حاجة، كلام فوق الروعة من القرآن عن السيدة العذراء مريم. السيدة العذراء مريم هي انسانة بتولة منذ صغرها، وهي تخدم الرهبان وهي طفلة صغيرة، حكم نادر من نوعه اصدرته القاضية اللبنانية على ثلاث شبان مسلمين أساءوا للسيدة العذراء مريم. فبدلا من الزج بهم في السجن بتهمة ازدراء الأديان، ألزمتهم بحفظ آيات من القرآن تمجد السيدة العذراء وابنها السيد المسيح. برابع أطول سورة في الكتاب هي آية العمران المكونة من 200 آية، وحفظها عن ظهر قلب. الحكم الذي أثار ضجة إيجابية في لبنان ولقى استحسانا من أعلى المستويات، أصدرته قاضية التحقيق في مدينة طرابلس جوسلين متى، وتأثر به رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، فأسرع إلى منصته في تويتر وحياها بتغريدة نقرأ نصها في صورة تعرضها العربية أدنى إلى جانب كلمات كتبها رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي. كل هذا الكلام المعروف من سورة العمران احتواها الآية 33، وهنا بيقول في الآية 42 من التنزيل: وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. 42: يا مريم اقتني لربك واسجدي وارقعي مع الراكعين، كما ورد في الآية 45: وإذا قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه السيد المسيح هو الإقنوم ابن مريم وجياها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي إن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قصى أمرا قضي أمرا فإنما له يكون كن فيكون، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمة والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم وإن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. لم تأتي بعدها آيات غنية بتمجيد،
ومنها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم بما كنتم فيه تختلفون إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا ما قيله الإسلام. لكننا كمسيحيين نؤمن بأن السيد المسيح هو إلهنا ورب المجد، والذي دائما يقول إنني غير مسيحي يقول ما يقول، ولكن أؤمن بإلهي يسوع المسيح رب الأرباب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم أمين. وما تنسوش أن زكريا بطرس عمره ما هان السيدة العذراء ولا يقدر يهين السيدة العذراء، لأنه هو كان كاهن أرثوذكسي، وأرثوذكسي يمجد السيدة العذراء تمجيد من طباقي أيها السيدة العذراء، وتشفعي فينا أمام ابنك ملك الملوك ورب الأرباب. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، لا تنسوا اشتراككم في القناة وقناة الملكة والأمير.